صباح الخير. استونا كنا ماخذين كورس انا وهدول، هنا موجوده اذا تشوفوها. كورس على مشروع جديد، جاي نريد نتعلم شيء جديد، على مود نبني بزنس جديد. فلاول مره طبينا بقاعه محاضرات انا وهدول، وطبعا انا كل شيء اكتبه وهي تقول لي اعتمد عليك انت بعدين عود اعطيني. من هسه تريد تغش؟ من هسه؟ انا ما احب ادخل الدروس يعني. اي تتبين الزبده. انا اعطيني دروس نفسي. اللقطه الحزينه مال الفلوج. مع السلامه هدول. اقدر ابكي ترى عادي. كيفك؟ انا لزقه. انت لزقه؟ احلى لزقه، كون عندنا لزقات كلهن هيج. باي. باي جونسون. جونسون. لزقه جونسون. باي بيبي. باي حياتي، باي قلبي. قال لي شكله بالكمبيوتر، بوضعيه الكمبيوتر زين. هذا وين احطه هسه؟ بس اريد اذكر الجمهور انه كانن ارادت تطلق قناه على اليوتيوب and she never did. بس بعد عنده هو الفوتج تبعي، يعني رحت لعنده تيساعدني شو رح تعمل فيهم. بين فتره وفتره اتفرج على الفوتج and I'm like I can do a movie out of it, you know. Thank you for visiting Thai Media. حبيبي thank you. Amazing service. Thank you. كل شيء. Thank you. تسلمي. شوف الضوء أصلاً قديه. وعندك مشروع قريباً about investing. Can we talk about it or not yet? When is this going live? Tomorrow, daily vlogs. So okay, not talking about not this. Yet. Okay, okay, but perfect. But soon, once it's out and we shot it here. Inshallah. Inshallah. Yalla, see you. Bye. خلصت الكت الأول مال الفيديو مال البارحة، وانودي راح يخلص عليه. It looks good. It looks very funny. طفرة سريعة من الاستوديو، رايح الأنس بخش، راح نصور حلقة على الاي بي توك. إذا شايفين الشو مالته موجود بكل مكان، على نتفليكس، على الخطوط الإماراتية، على اليوتيوب. فهالمرة راح نحكي على التقاليد. هلا 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 وصلنا للسيركال افنيو، من اكثر الاماكن الترندي في دبي بيبي. خطية على صف سيارته ومنتظر مرته ترجع من الشوبينج، صار 70 سنة تقريبا. شنو اوكي وصلنا. هنا الاستوديو راح اصور بيه، ما اقدر اصور لكم بالداخل لان اذا اصور اقدر انزل من تنزل الحلقة، فممكن بعد اسابيع او بعد اشهر. فقبل هاي الباب راح اقول لكم باي باي. اند نيكيتا هير، شي وانا بيكم فيموس، شي از تراينج. يا اوكي باي باي. ورا كل لقاء بتلفزيون او على السوشيال ميديا اكتشف انه انا احب احكي، واحب احكي بمواضيع مختلفه. واللي اكتشفته انه ما احب احضر، يعني اليوم كان عندنا بودكاست عن موضوع معين ما حضرت له، لان اؤمن انه كل شخص عنده وجهه نظر بلحظه معينه. يعني متاكد هواي اشياء حكيتها على قناه ممكن ما اؤمن بيها بعد، لان حكيتها كان عمري 27 سنه 26 سنه. اليوم نظرتي تغيرت على الحياه، انا تغيرت وانتم تغيرتوا وكلنا جاينا كبر صغير. بس من واحد يحكي، ميزة الحكي انه يكتشف نفسه بنفس الوقت. يعني انا ماكو شيء اقوله كنت اعرفه بداخلي، ولو ما حاكي كان ما حسيت بيه. فضروري جدا انه واحد يحاول يعبر عن نفسه، اذا مو بالحكي بالكتابه. بس مع الاسف هوايه ناس بس يعيشون يومهم بدون ما يكتشفون هم ايش يحسون. واكو اسئله يومية، وأكو أسئلة حضارية، وأكو أسئلة اجتماعية، هذني أصلاً ما يوصلهن لأن مدى يحفرون بداخلهم أو بداخل المجتمع عايشين بيه، عمود يفتهمون هم وين شنو شكو وش دا يصير. وإذا واحد ما يكون عنده فضول إنه يكتشف كل هاي الأحاسيس أو الرؤيات اللي بداخله، شلون ممكن يطور؟ شلون ممكن يوصل من نقطة A إلى نقطة B؟ فاللي كان ناقضني بحياتي هو الديلي فلوجز. ليش؟ لأن كنت أحكي بيه كل يوم وجهة نظر،
وكنت قريب عن نفسي اكثر. الجمهور عباله انه ما كنت اتقرب عنهم اكثر، بس انا بداخلي كنت اكتشف نفسي اكثر مثل الثيرابي. فما اعرف وين بدي اوصل بهذا النقاش، بس اذا عندكم فرصه تعبرون عن نفسكم، تحجون افكاركم او تكتبوها، دوت، لان هذا الشيء يوضح لك هواي اشياء بحياتك. وبالنهايه اذا ما تعرف انت منو، شلون غيرك يعرف انت منو؟ الله، ريحة الصبغ، ريحة الصبغ يعني اكو مشروع جديد، يعني اكو تصوير جديد. الاضاءة هنا ابد مو زينة. قبل من كنت اصور فلوجات وادخل بالاديت اعرف بالضبط شنو راح اشوف بالاديتنج، لان انا بدي اصور والكاميرا بيدي 24 ساعة. ورا الزواج الامور شوية تغيرت، يعني بنص الاديت وتطلع لك هيك لقطة. بما انه لأي يوم قرر يرجع للفلوج، لقيت اطلع اسلم عليك. سو كيوت. هاي اللقطه اللي شفتها بلوج برحة اشوفها بالبلوج مال برحة، ولان كنت اسوي بي اديت اليوم لحد هسه ما اعرف شلون اشرح الفلو مالتي، انه من اصور انتم ما اعرف شلون تشوفون البلوج. anyway تاخرت اليوم جمعه، المفروض تشوفون هذا الفيديو يوم السبت، فاليوم بلش عندنا الويكند، ماكو اي بلان. وهسه رايح البيت ونشوف هدول شنو محضره. تصوير ساهي ميديا، بوم بوم برا بوم. ما نقدر راويكم شنو اكو بهاي الشاشه حاليا، كلها كونفيدنشال. بس اهم شيء هنودي كارن واز هابي، طبعا بين ايدين هنودي الكل هابي. يلا سي يو جايز، باي باي، سي يو. هلاو. هاي بامي ناسكة. هلاو. صدق بامي ناسكة. تروق ليش أحس ال الستايل مالتك تشيلوك. تروح مطعم عراق وخذ لك بامي. باسيك وبراس. أحتاج أقول لكم البامي شلون كانت، بس باعوا شنو بقى من عندها. فتشي. الملوخية يعني أنا مو كل شوي الملوخية ما أعرف. ولا ما فيش ثلاث مو كل شوي يعني انا ما مقتنع بفكره الملوخيه، مع احترامي الناس يحبون الملوخيه. هي زينه مفيده، بس هو اي شيء مفيد مو طيب. هالايام صار كلش نشتاق، لانه انا وايد اروح شغل وهي وايد تقعد بالبيت. ف يا ما متعودين على الاجواء. اول سنه كانت ماكو اوفيس، ماكو مكتب، كانت بس سفر سفر طلعه. هسه شنو؟ هسه خلص صمتنا، جزء احسن. تجي هنا باركينج، كشك صغير يبيع قهوه والام مشتعله عليه. How are you? Thank you so much. Thank you حبيبي. Happy رمضان. واو واو. شو هاي شو هاي؟ دي؟ اي اس كابتشينو. وهاي بيستاشيو ملك تشيك. الله عليك. وشو هالتسريحه الحلوه؟ انا اخليك تقاط. ثانك يو ثانك يو حبيبي. شكرا، شرفت صدر. شكرا. ازدحامات جميره بالقلب. الحلو انه ورا ما تصورون وي انس يجيكم كوب مكتوب عليه هاو ار يو ريلي دوينج. فكره من حوارات انس انه هوايه ينطرح سؤال شلونك، انت تقول له زين، بس اذا تتعمق شويه بالسؤال مال شلونك ممكن تكشف اشياء اكثر بداخل هذا الانسان. وجتنا هديه من عطر. ثانك يو. هاي جوليا. هاي. هلا هلا. شنو انت 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 شنو 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 انت شنو انت شنو لحيتك شكلك. آه. انت انت يا صار لي ساعه احكي وهاي لحيتي هيك، ان شاء الله ما كانت مبينه. شوف هاي شو قلمتها. قلمتيها؟ واو عشتيدك. صار تسوي اشياء صدق، يعني مال ام بيت. شو مكتوب على الاقامه مالتك مال دبي؟
شو مكتوب؟ بيت. لا مو بيت، مو بيت. ربت بيت؟ ربت مربى مربت بيت. جوليا ست عافية والله، صاروا مايا وتتحكم بالأطفال. جوليا هاي جوليا. فديت قلبك جوليا. شكد صار حجم قلب جوليا؟ فصمة فصمة. شو ممكن نسميها فصمة؟ طولوا بالكم ويانا يعني، لأن استنى راجعين على ذي الفلوق. أوكي يلا هذا الفلوق راح ينتهي.